بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم. الأخلاق فر الحسينة متقاني عند مبينة، لميد بعين متين الأصنام حق ولمية، متحاوبيه وعربين علاه عند دمية، وسكي برسول الله وسكي بسيد الفضلية وسكي بعظيم وجاهي الذي بخير البرية. مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات البرنامج الأدبي المديحي بسم الله إلهي نمدح. كيف عودنا المشاهد الكريم عن كل حلقة من حلقات البرنامج نستضافه أديب شاب معروف من الأدباء اللي مظاهرين عن حنكتهم وعن تمكنهم من ناصية الأدب ومن الغناء بشكل خاص. وأديبنا الليلة هو أديب ملي معروف لا يقل أهمية عن الشعراء والأدباء اللي عينا استضافوا للمشاهد الكريم. هو أديب شاب معروف داخل الساحة الأدبية ومعروف ملي في الوسط الفني والوسط الأدبي والثقافي، والامر يتعلق بالاديب الشاب علي الزبير. مرحبا بك الاخ والزميل علي الزبير، مرحبين بك ومرحبين مولي من خلالك بالعازف المقتدر بواد ولاب، ومرحبين بالفرقه الموسيقيه المديحيه اللي مرافقتنا الليله. علي الزبير عينا منين بدايه كل اديب معانا في حلقه نطرح عليه سؤال وندوره يتكلم لنا عن مكانه هذا القرض اللي هو قرض المديح النبوي الشريف من بين أغراض الغناء الحساني. والله بسم الله، أولا قاع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. شكرا بعد على حسن الضيافة في هذا البرنامج المديحي اللي يزكي الغناء قاع بصفة عامة، هذا الوسط الاجتماعي، هذا الغرض النبيل، أغراض النبيلة هو غرض مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو سكات المقول حد طه الله الموهبة اللي هي الغنى، والله بعض زاد مولي حتى بجانب الشعر الفصيح عن يمدح المصطفى صحيح عليه الصلاة والسلام، وهو أنبل أغراض صحيح، هو الغرض المهم من ضمن الأغراض الثانية كيف موازاة التوحيد والتوجيه. اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا تعقيب وتحليل كافي وشافي وكنت موافق فيه. علي الزبير المشاهد الكريم دور يسمع اطلع في غرض المديح، شوفوا ايش لاي تحكي له. والله الاعداء يدقدقهم لام، الاعداء يدقدقهم لام، كفار قريش حميه وتجيه وتروح دام من دين خير البريه، كالحمد رسل مولانا بمجيها رحمة عجلانة، كالحمد رسل مولانا مرسول رحمة عجلانة، بالدين الليل الوسانة في طريق بيضيكية، بالنور جانا وهدانا شفيع الأمة وزقية، صدوق ومين بغانا سر والعلانية، الجهل عنه مزرانة بالعلم ومحل أمية، الأعداء يدقدقهم لامة، كفار قريش حمية وتجيه وتروح ندامة من دين خير البرية كالحمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. هاي طلعة عالية، طلعة مديحية في بيت مريميدة، طلعة زينة وجابت المضمون وجابت خصال المصطفى عليه الصلاة والسلام، منها الصدق ومنها الأمانة. عاقب من يسمعنا هاي الطلعة لا يمشوا احنا والمشاهد الكريم الفقرة، فقرة موسيقية لاهي تقوم فيها الفرقة الموسيقية بأداء مدحة في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونعود عاقب ذاك نرجع بالمشاهد الكريم الضيف حلقة الليلة اللي هو الأديب الشاب علي الزبير. Baby.
صلاة
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عاق منين سمعنا هاي المدحة الزينة من أداء الفرقة المديحية، لهي نرجعوا بكم لجو الحكاية وجو الغنى والمديح اللي يتعلق بالغنى مع الضيف حلقة الليلة اللي هو لديب الشاب علي الزبير. مرحبا بك علي الزبير مرة ثانية. بيك والله. علي، عاق منين سمعنا هاي المدحة احنا والمشاهد الكريم، زلنا دورنا نسمعوا شي من الغنى، الآن زلنا في نفس المقام ومزلنا مؤلفة نفس الغرض بطبيعة الحال تماشيا مع الذي يخبط العازف المقتدر باد ولا أبا شلا يتسمع المشاهد الكريم. والله بمجيه الأمة منتفعة مبعوث رحمة مشترك ومدحول له الرفعة ومدحول له البركة. والله يا مدحم بين محالي مرق وذنين مدحول يشرح دخلين ومداح غير من ترك خاطيه حاش يعني نخاطيه مشهور حرك من يوم جانا هادينا عن ياسر وعد الشرك الكهر بعد بينه ومسكن الشر الدركة زين حط بمجيه لما منتفعة مبعوث رحمة مشترك متحود فيه الرفعة متحود فيه البركة. الله وصلي وسلم على رسول الله. عالي هذا النص زين، عندي ذا القاف اللي مول حكاية هذا النص الزين. والله يا مدحم بينا من محالي مرق وذنين مدحول يشرح دخدينا ممدح غير من تركه خاطي حاشي عنينا خاطي مشهور حركه من يوم جانا هادينا عن ياسر وعد الشرك الكفر بعد بينا ومسكن الشر بدركه بمجيه دمه منتفعه مبعوث رحمه مشتركه متحود فيه الرفعه ومتحود فيه البركه عليه الصلاه والسلام. الله يدسك الله يدسك علي. هذا النص كان رايق. شاكرينك وشاكرينك ومادي على هذه الحكايه المتأنيه اللي ماشيه مشي تيدينيت وماشيه عليها، وشاكرين مدي من خلالك العازف بوادو ولا ابو، شاكرين الفرقه الموسيقيه المديحيه على هذا الاداء كان الليله حقيقه وحكم الاداء متميز ورائع، وشاكرين المشاهد الكريم على المتابعه الطيبه، ولاه نوادعوه الى حلقه قادمه باذن الله تعالى من حلقات البرنامج الادبي المديحي. بسم الله الين نمدح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.